فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض النساء يفعلن أو يتعاطين ما يمنع الحمل في أول سنة من الزواج بغير علم زوجها، خوفا من أن تحمل وخوفا من عدم التوافق مع زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها إلا برضا زوجها، لأن الحق له. لا يجوز لها أن تأخذ ما يمنع الحمل بدون موافقته، وأيضا لا يجوز أخذ الذي يقطع الحمل، لا يجوز. إنما الذي يؤخر الحمل لا بأس عند الحاجة، الذي يؤخر الحمل يؤخذ عند الحاجة، كأن تكون مريضة أو أنها لا تتحمل الحمل، فإنها تأخذ ما يؤخره ولا يقطعه، أما القطع فهذا لا يجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.